دارك بالوزارة لو أنت؟ لا لا من رحت يمه. بش قل لك شنو؟ والله يدعمك غير أنت. مثلاً يعني شو يقول يعني؟ شو يقول لك يا خاصة أنتم مسؤولين يعني تكونوا قدوة للآخرين. وإحنا اللي يجتهد ويخطأ ما نحاسبه. اللي يخطأ متعمد لا والله حاسبه ضعف. يعني إذا الشخص العادي أو الموظف حسب التدرج الوظيفي الذي يريد. بقي طبعا الامور الخاصه يعني البلد الامور وعاد اجتماعات مجلس الوزراء يعني اجتماعات متتاليه كانت بين فتره وفتره خاصه فتره الحرب. كان قاسي مع الوزراء يقولون عليه كان يعني شخصية كل من نظرته قاسي كل من وشنو نظرته أنه قاسي لو كل من وجهة نظره وجهة نظر هذا كلام ما يمكن تقول. أنا من تعاملت معه ما كان عندي ما كان يجي تحسب أنه يمكن يقسي علي لأنه بالمناقشات مفتوحة لك المناقشة تبدي رأيك بس القرار له طبعا يجمع معلومات مني ومن الاخرين. بس ما في يوم يعني حتى اذا كنت توجيه يوجه يعني